رايحين على ام سوس عشان في قلعه هناك. صرنا انا لحظه لحظه، انا كفوضى في وادي سير. في فوضى بوادي سير، بس احنا عم نحاول نروح على وادي الشتاء حاليا عشان في قلعه هناك. هاي القلعه في حواليها كثير من الخزعبلات، وانا شخصيا اقدر الخزعبلات، فرايحين ندور على هاي القلعه. قبل 22 سنة تقريبا لما طلعت فوق بدأت أتخيل كأنه كان في جيوش قديمة من زمان، الرومانية الإسلامية العربية الكذا. قلت والله هذه لازم أعمل قلعة هون. كل إشي أنا بصممه وبقول للمهندس بيعمل زي ما بدي. طبعا حبيت يعني أعمل إشي غريب هيك، أبراج وأشياء هادي. ليش؟ منشان يعني أغير الروتين اللي في بلدنا، مثلا كل واحد ببني زي التاني أهل بيوت، قلت لازم نغير شوي. جبت حارس قلت له بدي إياك تكون هون وتطيعوا الأوامر. قال ياه أنت بس قل لي ارمي حالك بالبير برمي حالي بالبير. فطلعنا لقينا بير قديم، طلعت فيه هيك عرف قصدي. قلت له يلا. لا يا بي والله انا مش قاصد كده. قلت له بدك تنزل. نزلنا بالونش قلنا هذا بير، وفعلا كان كله تراب منهار قديم هيك. ردينا طلعنا ما في اشي يعني. والله طلع لنا هالعربيد الكبير أسود بالماء، لا له أول ولا آخر، وكأنه هذا العربيد بقولنا بيستعرض عضلاته وبقول أنا صاحب هالأرض هذه اوعوا تقربوا هون. الشباب اللي بيجي بالليل بيسمعوا مثلا قصص من أصحابهم مثلا في الجامعة شغلة زي هيك، يجوا عشان مثلا يتفرج وويتهم، ولا بده يقول لك مثلا في أشباح في شغلات زي هيك. الله أعلم. أنت ما شفتش حاجة؟ لا ما شفتش والله. الوالد أجا صدفة قال لي شو يا اسماعيل انت بدك تناطح في جبل؟ فأنا ضحكت قلت له هذا اللي بصير، عمالي بناطح في جبل وبدي أضل أناطح فيه. فأنا بنصح دائما إنه الإنسان إذا مشى في طريق وبحب هالشغل هذا انه يستمر فيه.